عشر في ترتيب هذه الأشواط والخاص بالبكار المحليات العصائي للإذاع لأبناء القبائل، والانطلاق في الفترة المسائية ساعة اثنتين بعد ظهيرة هذا اليوم الخاصة بإذاع أصحاب السمو الشيوخ. نتابع معكم الشوط ونتابع معكم المقدمة والمركز الأول من البداية. هناك جواهر من بدأت البداية بهذا الأداء الجميل، سالم بن سعيد بن محمد الخيلي، هذا الشعار الجميل الخزناوي بالفعل الذي يتقدم أداء جميل وقدم لنا أداء جميل في هذا اليوم، استاهل. نعود مشاهدينا في هذا الأداء ونعود للمركز الثاني. المركز الثاني بالرقم 2 هناك أيضا مياسة لعبد الله بن سيف بن شوط الخيلي، أيضا يتقدم في هذه اللحظات من هنا هذا الشعار اللي قادم بقوة مشاهدينا الأعزاء من أبو سمرة له التحية. نعود مشاهدينا أداء آخر ونتقدم مشاهدينا من خلال الشوط ومن البقية اللي قادمة بعد ما شفنا الاثنين اللي باعدا المسافة تماما عن البقية. نعود ونتواصل معكم مشاهدينا في المركز الثالث. الثالث اللي وصلت الآن هي كذلك الغزيل أو الغزيلة، الغزيلة المسلم بن حمد بن قناص بن علي العامري، بدأت تتقدم بهذا الشعار الذي أيضا يعتبر من الشعارات المهمة. نعود في المركز الرابع. المركز الرابع، الرابع هنا شواهين لسعيد بن راشد بن سعيد الجابري. الخامسة وصلت أيضا، الخامسة مودة لعلي بن راشد بن علي الاكتبي التي بدأت تتقدم الآن. النقل القادم المركز السادس، السادس رابع لخميس بن سالم بن خميس الشامسي التي وصلت في هذه اللحظات. هذا الشعار اللي شفناه منذ لحظات أيضا حامل بودرة بأحد الأشواط في المركز الأول. نعود ونتابع المركز التاسع، التاسع التي وصلت الآن وتقدمت سرابة لناصر بن سعيد بن سالم النعيمي، بدأت تتقدم تاسعا. النقلة في المركز العاشر، الفهدة لتركي بن عوض الله بن غلاب الصوات اللي قادم من المملكة. مشاهدينا هذا النداء الأول لهذه الشعارات المتابعة والشعارات القوية، ولنا عودة بالمقدمة كما نتابع هذه أيضا مشاهد الأعزاء البكرة اللي في مقدمة الشوط التي أيضا تنطلق في عاصمة الميادين بقوة. مشاهدينا جواهر نذكركم بأن للتذكير اللي حصل على المركز الثاني في الشوط الماضي، منبع مملوك لعلي بن هلال بن طماطم العفاري هو من حصل على المركز الثاني في الشوط اللي مضى. مشاهدينا له التحية واستاهل بن طماطم هذا الفوز الجميل. نعود مشاهدينا من خلال هذا الشوط وعودتنا إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى المركز الأول التي تقدمه لنا جواهر، جوهرة ما شاء الله وتبارك الرحمن التي تنطلق انطلاق جميل وتنطلق بالمقدمة. هذه جواهر لسالم بن سعيد بن محمد الخيلي تتقدم بقوة وتنطلق وتقود هذه مشاهدينا الأعزاء المجموعة من الإذاعة وتباعد المسافة وجر الشوط من البداية. هذه اللي يقول عليها الشاعر اللي تركض في أول الشوط وآخر كيلو جرة، الله يا سلام بالفعل. هذه جرته من الآن، جرته أعطنا المسافة يا الهواري. مخرجنا المتألق دائما أبدا سانكيو، شكرا دايركتر الهواري، شكرا أبو طلعت. شوفوا المسافة، شوفوا الأداء. نعود مشاهدي الأعزاء إلى المركز الثاني بعد هذه المسافة التي تابعناها مع جواهر وجرة الشوط، وأكيد هذه شيء تحت رأسه والتوقيت في خطر إذا تمت على هذا المنوال. المركز الثاني، المركز الثاني هناك أيضا الغزيل لمسلم بن حمد بن قناص العامري، بدأت تنتقل إلى المركز الثاني. المركز الثالث من نصيب مودة لعلي بن راشد بن علي الاكتبي، تقدمت إلى المركز الثالث. النقلة في المركز الرابع، شعار الجابري اللي واصل مع شواهين سعيد بن راشد بن سعيد الجابري. الرابعة، الخامسة، الخامسة وصلت سرابة خميس بن سالم بن خميس الشامسي، تقدمت للخامس. السادة، 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 السادة هي كما تبع الرياضية لراشد بن محمد بن راشد الفهيدة المري في السادس. السابعة وين؟ السابعة مشاهدي الأعزاء، السابعة اللي وصلت واحتلت في هذه اللحظات
قواتهم الأولى لسهيل بن مسلم بن قنزول العامري احتلت السابع والثامنة وصلت الثامنة هذه مشاهد الأعزاء أيضا كما نتابعها لأحمد بن محمد مبارك الخيلي يا سلام تندرة يا سلام ما شاء الله تندرة الله 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 شعار بالعور يا سلام وصلت واحتلت هذا الموقع ولكن نعود حد شاف جواهر يا شباب حد شاف جواهر منكم يا سلام يا جواهر يا سلام على ميدان الخزنة يا سلام على جواهر يا سلام على أيضا شعار بالحمدش اللي تقدم في كل شوط ما شاء الله وتبارك الرحمن على الرقص المعتاد الرقص الجميل مع جواهر بشعار وملكية سالم بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي الذي بدأ ينطلق ويغادر بالشوط ويقدم كل جديد ما شاء الله وتبارك الرحمن شفنا أيضا نسيب خميس بنفس الشعار تقدم في شوط أول من القاعدين ما شاء الله بأيضا صوت ياسر العطوي وهنا أيضا يتقدم مشاهدينا أداء جميل يتقدم في هذا الشوط مع جواهر لسالم سعيد بن محمد مشاهدينا الخيالي ما هو بغريب الله على المسافة الله على الأداء والنقطة الرابعة على التوالي النقطة الرابعة دبل سوبر هاتريك الله وسوبر هاتريك الله 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 سوبر هاتريك نعم سوبر هاتريك مشاهدينا يتقدم مع سوبر هاتريك ومع الأداء وهذه هي استراحة المحارب بعد هذا الأداء الجميل وجرة الشوط جر بالفعل من البداية قامت راس وانهت الشوط راس وسلام للخزنة سلام سلام للخزنة سلام بالسوبر هاتريك سلام بالأداء الجميل سلام بشعار بن حمدش سلام أحلى تحية واحترام تهانينا لسالم بن سعيد بن محمد الخيالي بدون منافس وبدون أوامر حتى خط النهاية المركز الثاني مشاهدينا مؤدى لعلي بن راشد بن علي الكتبي المركز الثالث وصلت سرابة لخميس بن سالم بخميس الشامسي المركز الرابع هناك أيضا دخول من شواهين لسعيد بن راشد وسعيد الجابري المركز الخامس التي وصلت المركز الخامس تندرة لأحمد بن محمد مبارك بالعور الخيلي مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم كان شوط جميل للقاية وكان أداء مشاهدينا أعزاء بقوة وعودة إلى التوقيت الزمني ومع أبو طلعت دائما طلعات الجميلة شوف التوقيت الزمني الذي وصل مع جواهر 9:25 وفاء وتماما تهانينا لسالم بن سعيد بن محمد الخيلي المركز الثاني ننتظر مودة التي وصلت المركز الثاني مشاهدينا في كل مكان لعلي راشد علي الكتبي 9:28 أربعة أجزاء من الثانية المركز الثالث كانت أيضا متواجد مع سرابة خميس بن سالم بن خميس الشامسي التي سوف تصل بعد لحظات تصل إلى خط النهاية 9:31 تسعة أجزاء والناموس بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين مشاهدينا المتابعين الكرام ما نتوقع